وللحديث أكثر عن الوضع المعيشي المتردي في لبنان ودخوله بحسب تقارير دولية نفق الانهيار، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي. أهلا بك سيد نبيل، يعني الوضع المعيشي المتردي في لبنان وصل إلى حد عدم توفير مستلزمات عمل المستشفيات، السؤال هنا ما الهدف برأيك من رفع وتيرة الأزمة إلى هذا الحد؟ ذات مساء الخير. اولا يعني طبعا ليس هناك من استهداف للبنان خارجي كما يظن البعض، هناك انهيار حصل بالفعل في لبنان على كافة المستويات، وهذا السبب هو سبب داخلي للبنان. نعم. سبب تورط المنظومة السياسية من مجموعة احزاب وتيارات السلطة بصفقات وفساد ادت الى انهيار مالي خطير غير مسبوق في لبنان، والى يعني انقطاع كافه المواد الاساسيه عن المستهلك اللبناني وانقطاع الخدمات. يعني لدينا عصابه استولت على الحكم لعقد من الزمن، وادى هذا الامر الى ما نحن عليه الان. لا يمكن لعصابات ولميليشيات ان تصنع دوله، انما يعني تصنع انهيار، وهذا ما يحصل اليوم تحديدا في لبنان، لأن المنظومة السياسية حتى الساعة لا تزال تمعن في إغراق اللبنانيين بالفوضى، في إبقاء البلاد دون مؤسسات وحكم قانون وقضاء، وهي تتمرد على القضاء وعلى الاستدعاءات القضائية، وهي يعني تتسلط على لبنان بدون أي حكومة حتى الساعة. يعني منذ 17 تشرين 2019، حين ثار الشعب اللبناني في الشارع طالب بحكومة إنقاذ وطني، أين هي الحكومة؟ لا حكومة. نعم. لأن هناك من يقرر بأنه يجب أن لا تتشكل هذه الحكومة، بلد يمشي أكثر من عام بدون حكومة. نعم. سيد نبيل، ما الدور الذي تلعبه الأطراف الخارجية في تأجيج الوضع في لبنان برأيك؟ لا سيما وأن هناك توصية من البرلمان الفرنسي بإرسال قوات دولية إلى لبنان. يعني ليست توصية فرنسية فحسب، هناك مطالب عديدة دولية، وهناك مطالب داخلية بتدخل أو وضع لبنان تحت وصاية خارجية ووصاية الأمم المتحدة، لأنه يعني هناك كما قلت كما أسلفت هناك عصابة تسيطر على لبنان. التدخل الخارجي السلبي يأتي من الجوار، يأتي من النظام السوري الذي يعيش على تهريب المواد الأساسية التي تأتيه من لبنان، ويأتي من النظام الإيراني يعني الذي يتسلط حتى الساعة على القرار الوطني اللبناني. وهذا الأمر يعني هو الذي أنتج هذه الأزمات المتراكمة. فإذا بحثنا بموضوع فقدان المواد الأساسية في لبنان، نرى بأن هناك شبكات تهريب إلى سوريا لإنعاش النظام السوري. من يقود شبكات التهريب؟ يقودها حزب الله ومن معه من شركائه في السلطة. يعني هذا الأمر لم يأتي من مؤامرة خارجية، يأتي من إدارة تدير يعني إدارة مافيوقراطية وميليشيات، صفقت فاسدين مع ميليشيات، نصمت عن طريقاتكم وتصمتون عن سلاحنا. هذه الصفقة الجهنمية هي التي يعني أوصلت لبنان إلى هذا الدرك الأسفل، وبالفعل يعني قعر جهنم. نعم. في ظل هذه الأزمة سيد نبيل، وبحكم متابعتكم لما يحصل في لبنان على أرض الواقع، باعتقادكم هل من الممكن أن تبدأ مثلا موجات هجرة جديدة من لبنان على غرار ما حدث في الأشهر الماضية مثلا؟ هي بدأت فعلا، يعني أنا موجود في اسطنبول بشكل جزئي، يعني كل شهر أتنقل بين بيروت واسطنبول. نعم. بالفعل بدأت الهجرة اللبنانية نحو تركيا على سبيل المثال وبعض دول الخليج، وهناك مع الأسف من بدأ بالهجرة الغير شرعية عبر البحر، كما فعل يعني أقرانهم اللاجئين السوريين إخوتنا، يعني عم بيروحوا مع السوريين بالقوارب يعني التي تفتقد أي ملتزمات الأمان والسلامة. المرة الماضية قامت السلطات القبرصية بإرجاع لبنانيين وسوريين من قبرص إلى لبنان، فهذا الأمر بدأ فعلاً، وهذا أمر خطير لأن ستنعش ذلك يعني تجارة البشر، تجارة الأشخاص، عصابات الإتجار بالبشر وشبكات تهريب الأشخاص. هناك استغلال سيكون
للطبقات الفقيرة وخاصة في مناطق الشمال اللبناني المحروم. نعم، إلى السؤال الأخير الآن سيد نبيل، يعني أين تقف الدول الداعمة للبنان تاريخيا من هذه الأزمة؟ وإذا كان الأمر يتعلق بكشف فساد حزب الله، فألا ترى أن الذي يدفع الثمن في هذه الحالة هو المواطن اللبناني؟ صحيح بالفعل، يعني الجهات الدولية الداعمة للبنان تاريخيا على رأسها دول مجلس التعاون الخليج بالفعل هي تقاطع لبنان بسبب أنشطة حزب الله العابرة للحدود اللبنانية في سوريا، في اليمن، في الكويت والبحرين والعراق وغيرها، وتهدد الأمن القومي العربي. هناك مقاطعة خليجية للبنان لأن السلطات اللبنانية والحكومة اللبنانية لا تزال تتعاون مع حزب الله وتعتبره مقاومة، وهي لم تتجاوب فعليا مع المطالب الدولية والعربية بمحاسبة يعني هذه التصرفات الإجرامية العابرة للحدود. هذا من ناحية. هناك مناشدات حصلت مؤخرا للدول المانحة على الأقل بإمداد جسر إغاثي إلى اللبنانيين حتى لا يكون هناك يعني عملية قصاص جماعي للبنانيين وتحميلهم أوزار السلطة الفعلية في لبنان المتمثلة بحزب الله وشركائه، ولكن هذا الأمر يعني يحصل بشكل بطيء جدا، وأعتقد بأن الأمور إذا ما تدهورت أكثر سيكون هناك تدخل إنساني بشكل أو بآخر على الأقل من الأمم المتحدة. ولكن هذا الأمر هناك بعض الأصوات في الخارج وفي الغرب تحديدا تقابله بأنه أي عملية دعم أو تعزيز صمود اللبنانيين في هذا الإطار سيستفيد منه حزب الله، لأنه يسيطر فعليا على الشرايين الأساسية في لبنان وسيصادر كل هذه الأعمال الإغاثة لصالحه، وبالتالي لن يصل للبنانيين أي شيء بل سينعش هذه الشبكات الإجرامية التي تدير البلد. رئيس منظمة لايف الحقوقية نبيلة الحلبي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.